إلى أصول الفقه، كتاب المنهاج، منهاج الأصول للعلامة البيضاوي. قال: الباب الثاني في أنواع الإجماع، الباب الثاني في أنواع الإجماع. قال: وفيه مسائل، نأخذ المسألة الأولى. قال: إذا اختلفوا على قولين فهل لمن بعدهم إحداث الثالث؟ تصور هذه المسألة، أن مسألة ما بحثوا فيها فاختلفوا فيها على قولين، فهل يجوز أن يأتي التابعون مثلا الصحابة اختلفوا على قولين، يأتي الصحابة فيحدثون قولا ثالثا؟ طبعا هذه المسألة لابد أن تفهمها وتتصورها يعني جيدا، كما سنضرب الأمثلة على ذلك، أنهم عند اختلافهم حصل الإجماع على هذا الاختلاف، بمعنى ما يكون اختلاف بين صاحب وصاحب وانتهى، قول ابن عباس خلف قول ابن عمر أو قول عمر خلف عثمان، لا، صاروا إلى طائفتين، طائفة على القول الأول وطائفة على القول الثاني، جميعهم وقفوا عند القولين. هذه صورة المسألة حتى لا يشكل عليك الصورة الثانية، وهي أن يكون اختلاف بين صاحب وصاحب، ولا نعلم هل حصل الإجماع على أنهم اتفقوا على أن هذه المسألة ليس فيها إلا القولين، فيها قولان إلا القولان، ليس فيها إلا القولان فقط. إذن قال: الحق أن الثالث إن لم يرفع مجمعا عليه جاز وإلا فلا. وضرب مثلا بإرث الجد مع الأخ، ميراث الجد مع الأخ. طيب، هذه المسألة مسألة مهمة صراحة، ومسألة نفيسة، وهي إن اجتمعوا جميعا على قولين، فهل يمكن أو لهم إحداث أن يحدثوا قولا ثالثا غير القولين أم لا؟ هذه صورة المسألة، فيها أقوال ثلاثة، أصوليا. القول الأول: المنع مطلقا، لأنهم أجمعوا على القولين وإحداث قول ثالث خرق لهذا الإجماع، والأمة لا تجتمع على الضلالة. قالوا: المنع مطلقا، وهذا قول جمهور الأصوليين. وإذا قلنا بأن هذا هو قول جمهور الأصوليين، لابد أن نعلم أمرا مهما، ألا وهو أن الجمهور قالوا بأن إحداث القول فيه خرق للإجماع، والإجماع حجة بالإجماع، فلا يجوز خرقه. إن شاء الله سنجيب عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نجيب عليكم بعد الدرس. فقال الجمهور، جمهور الأصوليين، قالوا بالمنع مطلقا، والمنع عندهم مطلقا كما قلنا، لأن إحداث القول الثالث خرق للإجماع، والأمة لا تجتمع على الضلالة. والقول الثاني: الجواز مطلقا. لكن الجواز طبعا قلنا القول الأول هو المنع مطلقا، قول جماهير الأصوليين من الشافعية والحنابلة والمالكية. الجواز مطلقا، وهذا عليه طائفة من الأحناف، قالوا يجوز لأنه ليس بإجماع فيمكن خرقه، وهذا ضعف في النظر، أما القول الثالث ففيه التفصيل، وهو: إن لزم رفع ما أجمعوا عليه لم يجز إحداث هذا القول، وإن لم يلزم رفع ما أجمعوا عليه صح ذلك. رفع الله قدرك محمود ويسر عليك أمرك، ونسأل الله جل في علاه أن يجمع بيننا وبينك وبين الجميع في الجنة، وأن ييسر لنا ولكم، وأن يثبتنا وإياكم، وأن يستعملنا جميعا في مراضيه، وأن يجعلنا ناصرين للسنة قامعين للبدعة. إذن القول الثالث بالتفصيل: إن جاء بقول رفع به ما أجمعوا عليه لا يجوز، لأن بهذا حقا يكون خرقا للإجماع. أما إن جاء بقول يوافق أحدهما
أو يوافق ما اجتمع عليه دون المخالفة، قلنا يصح ذلك، يصح ذلك. وضرب المصنف مثلا مهما، ونضرب معه بعض الأمثلة لتتجلى لنا هذه المسألة المهمة. مثال: مات رجل وخلف جدا وإخوة، فتعلمون ولا يخفى على أمثالكم بأنه الجد مع الإخوة، إما أن نقول بالتشريك إرثا، الجد لا يسقط بحال، لتعلموا الجد لا يسقط بحال، يعني هو يرث بكل حال، لكن الجمهور يرون أنهم يبحثون عن الأحظ له، الجمهور يرون أنهم يبحثون للأحظ له. انتهوا التأخير. أنهم يبحثون للأحظ له، سواء بالمشاركة أو بالتعصيب، أو المهم بالفرد أو بالتعصيب، ينظرون للأحظ له. وهناك من يرى بأن الجد يرث مع الإخوة بحجب الإخوة، وأنه ينزل في إرثه منزلة الأب، ينزل في ميراثه منزلة الأب، لقول الله جل في علاه، وهذا الذي قاله زي ابن عباس، ينزل منزلة الأب. فقال ابن عباس: ألا يتقي الله زيد؟ ألا يتقي الله زيد؟ فإن الله قد جعل الجد أبا في الكتاب، فإن الله قد جعل الجد أبا في الكتاب. فالخلاف بينهما معلوم. فإذا هم الآن اختلفوا على قولين: قول قالوا بالتشريك، وقول قالوا بالإسقاط، إسقاط الإخوة بالجد، نزل منزلة الأب فحجب الإخوة. فلا يصح أن يأتينا عالم يجتهد ويقول بإسقاط الجد، فهذا القول خرق للإجماع، هذا القول قد رفع ما أجمعوا عليه، لأنهم أجمعوا أنه يرث، واختلفوا في صفة التوريث. فإن جاء عالم فقال هو لا يرث، قد خالف ما أجمعوا عليه. فهنا نقول لا يجوز إحداث قول ثالث يخالف ما أجمعوا عليه. هذا المثل الأول الذي ضربه المصنف على مسألة هل يجوز أو لا. قلنا قد يجوز وقد لا يجوز. يجوز الإحداث إن لم يرفع ما كان مجمعا عليه، ولا يجوز إن رفع ما كان مجمعا عليه. نعم. وأيضا قد نضرب مثلا آخر على نفس وتيرة هذا الباب، بأنه لا يجوز أصوليا إحداث قول ثالث يرفع ما أجمعوا عليه. يعني قلنا المعنى مطلقا، الجواز مطلقا كلام ليس منضبطا، معه بعض الحق، لكن التفصيل كل الحق، بأن نقول قد يحدث قولا يرفع ما أجمعوا عليه، هذا لا يجوز. قد يأتي بقول يوافق أحدهما، هذا يصح. السيب، الأمة السيب، الجارية السيب، إذا وطئها المشتري ثم وجد بها عيبا، وكان العيب ثبت بالبينة أنه كان قديما، يعني اشتراها على العيب. فقد قال بعض العلماء اختلفوا فقهيا، لا يرد، يمنع الرد وله الأرش طبعا. وقال بعضهم له الرد مع الأرش، يعني يردها ويرد معها مهر المثل للجماع. فإن قلنا بأن هنا قد انحصر الحكم في قولين، المنع من الرد، سواء المنع من الرد يكون له الأرش، أرش النقص العيب، والثاني الرد مع الرد مع إعطاء أرش الجماع على ما حصل من المشتري، لكن الحق بأن أن الجماع، هذا قول الجمهور، يعني الجماع يسقط الرد، لكن لا يسقط حقه في العيب، في أرش العيب القديم، لا يسقط حقه في أرش العيب القديم. عامة المسألة على قولين: القول الأول هو المنع من الرد، وكما قلنا لا يخفى أن يكون له الحق في الأرش، لأن الجماع قد أسقط الرد. القول الثاني هو قول أصحاب الرأي،
قالوا بالرد مع دفع قرش الجماع اللي هو مهر المثل، ولو كانت البقارة لدفع قرش البقارة أيضا. يبقى إذن قولان الآن، فمن أتى لو سألوا على نفس المسألة هل يجوز إحداث قول ثالث، قلنا فيه تفصيل. هناك من قال بالجواز مطلقا ضعيف جدا، هناك من قال بالمنع مطلقا معه بعض الحق، والتفصيل أحق. قال وما التفصيل؟ قلنا إن جاء بقول محدث لم يرفع ما أجمعوا عليه صح، وإلا فلا. لكن سؤالي لكم أنتم الآن، ما المجمع عليه بين القولين؟ المنع، منع الرد والرد بالأرش، ما المجمع عليه؟ يا أبا الوليد، أنا سأخير المغرب العشاء لأنني مسافر على سفر، أنا في السيارة مسافر، فأنا سأصلي جمع تأخير. المشتاقة إلى الفردوس قد تأخرت وتغيبت وأراجعها في غيابها. لما؟ أما اشتقت لمجالس العلم التي هي سبيل لشوقك للجنة للفردوس؟ كيف تشتقين لشيء وتضيعين سبيله؟ لما تغيبت؟ لما؟ أستاذ سكينة قالت المجمع عليه أرش النقص، جيد ممتاز. كيف دخلها بأرش الجماع يدفع مهر المثل؟ لا يدفع مهر المثل في الجارية الأمة يا غريب، ولست غريبا إن شاء الله. نعم، يعني تحضرين الحمد لله بس خلاص، لا مراجعة ولا معاتبة. ثبت الله لنا ولك هذا الخير ما حيينا أبدا، ونعوذ بالله، نعوذ بالله أن يكون من سوء أعمالنا أو من سوء خلقنا أو من سوء ظننا أن نحجب عن هذا الخير، أعوذ بالله. فالمرء فيه أمور ثلاثة، إن تجنبها فهو من السعداء: سوء الخلق، وهذا أسوأ ما يكون في الإنسان، وبالضغط يعرف، وكما قلت المواقف تخرج مكامن الأخلاق ومكامن القلوب، بالضغط يعرف، أو سوء الظن، أن نظن شيئا ليس موجودا، أو أن الله رأى منا أننا لا نستحق هذه أهلية هذا المجالس فنحجب، نعوذ بالله من ذلك، حفظكم ربي جميعا. طيب، قالوا الرد بالأرش ده المجمع عليه. طيب إيه القول الثالث؟ طيب ما القول الثالث الذي يرفع المجمع عليه؟ ممتازين، يعني سكينة ابتدت بالإجابة الصحيحة، تلاها بعد ذلك غريب نوه على ذلك، وأشرف أيضا أستاذ أشرف فوزي جزاه الله خيرا أتى أيضا بالإجابة. إذن يبقى السؤال المطروح الآن، فما القول الثالث الذي إذا أحدثناه قلنا أنه رفع المجمع عليه فنقول وهذا لا يجوز، ما هو؟ يا رب أمين أمين، رفع الله مقامك وجعلك أميرة في الجنة، اللهم أمين. نعم ما شاء الله، جزاك الله خيرا يا جهاد، لكن دقق النظر واحذف شيئا مما كتبت تكون الإجابة الصحيحة. أما عامة أنت الذي أتيت بالإجابة الصحيحة، لكن هي الإجابة الصحيحة عشان تصح دقق النظر واحذف شيئا مما كتبت تكون إجابة صحيحة بالتمام والكمال. ممتاز يا مشتاقة للفردوس، الله أكبر، رأيتم كيف الجلوس في المجالس تعطي الخفايا والله، ومسائل يعني لا يصل إليها إلا من تبحر. نعم، هو الرد مجانا، ممتاز ممتاز يا جهاد ممتاز، الله أكبر، الله والله أنا سعيد بهذا، ممتاز ممتاز. نعم ممتاز يا أم الأبرار، ممتاز، رفع الله مقامكم ويسر عليكم أمركم ونفع الله الأمة بكم. إذن الأصل بذلك هو الرد مجانا، الرد مجانا، فالرد مجانا هذا قول ثالث فلا يجوز الأخذ به. الأرش اللي هو العوض، يعني الأرش هو العوض، فالرد مجانا إحداث قول ثالث، مع أن ليس ابن سعد قال به والشافعي قال به. قلنا لا، انتظر، نحن نقول إذا اتفق، هذه الصورة، إذا اتفق العلماء على أن الصحابة اتفقوا على القولين فقط فلا يجوز إحداث هذا القول. أما إذا قالوا هذا اختلف الصاحب الفلاني والصاحب العلاني، نقول إذن يصح الاجتهاد وإحداث أقوال ليس قولا ثالثا، إحداث أقوال. فنقول الشافعي لما قال بذلك
ما قالها إحداثا لقول بعد إجماع، هو كأن لسان حالي يقول ثبت العرش ثم انقش، قل اجتمعوا على القولين وأنا لا أقول قولا ثالثا. هكذا ممتازة سكينة، رفع الله مقامك وجزيت الجنة. ولو قلنا ببعض الأمثلة المهمة، وهي مثلا كما قلت لا يرفع مجمعا عليه، لا يرفع مجمعا عليه، إذا قلنا كما درسنا في الكتاب بأنه يفسخ العقد، يجوز فسخ النكاح بأحد العيوب المثبتة للخيار، كما في المرأة الرتقاء والقرناء كما قلنا، والمجبوب وأيضا العنين، إن كانت هذه العيوب التي يفسخ بها الخيار، يجوز فسخ النكاح بأحد العيوب الخمسة، قال به بعض العلماء. وقال بعض العلماء لا يجوز فسخ النكاح بشيء منها، وهذا قد ورد عن علي بن أبي طالب أنه قال لا ترد الحرة بعيب، وقال به أصحاب الرأي، وإن كان هذا ضعيف لكن قال به أصحاب الرأي. فما القول الذي إذا أحدث لم يكن رافعا للمجمع عليه؟ أمين رب العالمين، حفظكم ربي جميعا. قلت ما القول الذي لا يكون رافعا للمجمع عليه؟ أنا سأقول لكم وأنتم فسروا لي. القول هنا أن يقول بفسخ النكاح ببعض العيوب دون بعض، بفسخ النكاح ببعض العيوب دون بعض. كيف وصف هذا القول؟ هل هذا القول هو إحداث لقول رفع المجمع عليه أم لا؟ هو ليه يشغل نفسه بالأسئلة أو إحنا ما خلصناش الدرس؟ ها؟ نعم فهمه كده شيخ، يبقى معنى ذلك إن هو مش منتبه للدرس. قل له أنت حريص ما شاء الله فانتبه للدرس أولا. نعم جزيت الجنة. والحق أن نقول بأن هذا القول ليس رافعا للمجمع عليه، بل هذا القول وافق البعض ووافق البعض، فلا يكون رافعا للمجمع عليه. وافق البعض يعني وافق من قال بجواز الفسخ بأحد العيوب وافقه، ووافق الآخر الذي قال لا يجوز في البعض الآخر، فلا يكون رافعا للمجمع عليه. أختم بمثل آخر، مع أن هذه المسألة مهمة جدا، مسألة أصولية مهمة جدا، وهي الذبح دون التسمية سهوا أو عمدا. الذبح دون مسلم، عشان تفهم، مسلم متفق عليه أنه مسلم، مسلم أتى على شاة فذبحها ولم يسمي، فقد قال بعض العلماء لا تحل الذبيحة ميتة سهوا ولا عمدا، وقال بعض العلماء بل تحل سهوا وعمدا، وقال البعض تحل في السهو دون العمد، تحل في السهو دون العمد. لو قلنا أنهم أجمعوا على قولين، لا تحل سهوا ولا عمدا، تحل سهوا وعمدا، قلنا يكون القول الثالث هو تحل سهوا دون العمد، لم يرفع المجمع عليه، لم يرفع المجمع عليه. يبقى إذن خلاصة المسألة بأنهم لو أجمعوا على قولين لا يجوز إحداث قول ثالث، إلا بشرط ألا يرفع القول الثالث المجمع عليه، لأن الأصل أننا قلنا أجمعوا، يبقى لا يجوز خرق الإجماع، والمسألة على التفصيل أفضل من قولنا الجواز مطلقا أو المنع مطلقا، ويأتي التفصيل إن شاء الله في الدرس القادم.